أنا بتكلم لكم عن منتج سيميل. دام الحين برد الجو وراح نقدر نستخدم كريم سيميل. طبعا كلكم عارفين، متابعين القدامى عارفين أنا إيش كثر أتكلم عن منتج سيميل، أكثر منتج عدل بشرتي من بعد ما كان فيها حبوب وبقع سودة. متابعين القدامى اللي من سنتين أتوقع كانوا يتذكرون لما جاتني فترة وهي صار كان كله حبوب وكله بقع سودة. من هالفترة استخدمت كريم سيميل للتقشير، كان بالنسبة لي أقوى مقشر استخدمته من ناحية النتيجة. مو أقوى إنه هو يشقق الوعي، لا، إنه أقوى منتج فعالية في تقشير الوي بلس انه هو يشيل كل البقع. تعرفون البقع السوداء اللي تكون نتيجة بقع سوداء نتيجة آثار قديمة. طبعا هذا المنتج أغلب دكاترة التجميل ودكاترة الجلدية يوصفون فيه حق الناس اللي عندهم بقع قديمة، دهون وايدة وحبوب في الجسم، سوري، حبوب في الوي. تعرفون هو اللي ينشف الحبة، أو يعني هو لا أكثر من استخدام. راح أشرح لكم استخدام كل واحد فيهم. أول استخدام تستخدمينه إذا كان عندك آثار حبوب قديمة، أو إذا كان عندك حبوب تبين تنشفينها بوجهك، تستخدمينه يعني بشكل يومي أو يوم وترك في حالة إذا عندك مشاكل بالبشرة. الشيء الثاني اللي أنت ممكن تقدرين تستخدمينه بعد العملية تقريبا بشهرين، لما الجرح يكون خلاص برا 100%، تقدرين تستخدمينه يشيل أثار الجروح. طبعا أثار الجروح ما تنشال 100%، ولكن تحسن شكلها، يعني فوق 50% يكون شكلها متحسن. إذا كانت بشرتك وايد زينة وما فيها آثار حبوب ولا فيها مثلا مسام، طبعا هم بعد بنفس الوقت يعالج المسام، يسكر المسام. إذا تبينه من ناحية نظارة تستخدمينه مرة بالأسبوع فقط. نفس ما قلت لكم، إذا تبين نظارة حق البشرة تستخدمينه مرة بالأسبوع فقط، لأنه هو في مادة تقشيرية، يعني المادة التقشيرية تندرج تحت المواد الكاوية. فإذا بشرتك ما فيها شيء بس تبين نظارة مرة بالأسبوع. أما إذا تبين تشيلين مثلا آثار حبوب وتنشفين جلد، شيء رهيب، نتيجته سحرية. وبعدين يعني أول فترة تستخدمينه كل 3 أيام مرة، بعدين تزيدين الجرعة. يعني مو أول ما تستخدمينه كل يوم كل يوم، لأنه هو تقشيرة قوي. تستخدمينه اليوم، بعدين تتركين 3 أيام، بعدين تستخدمينه بعد مرة. بعد ما تتعود بشرتك عليه تقدرين تحطينه كل يوم، بس مو تصدمين البشرة تحطينه سيدة كل يوم، لا، بالتدريج راح تشوفين وجهك صار شيء ما صار. أنا هذا المنتج صار له 2 سنين في بوتيكي، ينزل الناس تشتري، ينقطع، يرجع مرة ثانية، وتو الحين راد. أي وحدة تعاني من أي مشاكل بالبشرة أو أثار حبوب أو أثر عمليات راح يحسن شكل الجلد وايد. وتقدرون تشون بالنت، دكاترة التجميل ينصحونه حق أثر العمليات، ودكاترة البشرة ينصحونه إنه ينشف الجلد، ينشف الحبوب ويشيل الأثار بالتدريج بشيء رهيب. هم كلف اللي هي البقع السوداء، هذا كله راح يشيل لكم إياه بالتدريج. طبعا هو موجود حصري في بوتيكي، المنتج صار له 2 سنين عندي في البوتيك حصري. تلقوني عندي في البوتيك هذا، لازم أقولها، الحامل المنقوزة والمرضع المنقوزة لا تفكر تستخدمه، لا يصلح للحوامل والمرضعات. لا تبلبسين على عمرك، نطري خلصي هالمرحلة، خلصي رضاعة، خلصي حمل، وبعدين احط سيميل. لاحقة كل الأسئلة، يصير استخدم وانا حامل، يصير استخدم وانا اقولك ولا شاي بي مادة كاوية تستخدمينه وانت حامل؟ شلون؟ واحدة تسأل جمال انا فيني اكزيما يصير استخدمه؟ لا طبعا،
لا طبعاً لا يصلح للأكزيما، قلنا للتصبغات، ينشف الحبوب، يقشر الوي، يشيل آثار الجراحات. لا يصلح للأكزيما، لا تتبلبسون علي. أعلمكم بنات بعد عن كم منتج موجود في سيميل، ولكن كل واحد له يعني استخدام مختلف. وريتكم خلصنا من كريم التقشير، وعندكم هذا المنتج اللي هو عبارة عن حماية من الشمس، تحطينه قبل لا تطلعين بنص ساعة، تالي تطلعين. وبعد فيه من سيميل هذا كريم تبييض الأماكن الحساسة، يستخدم طبعا بصفة يومية، وتحطين منه كمية قليلة جدا توزعينها على الجسم. لما تين تستخدمين كريم التبييض، تستخدمين معه اللي هو كريم ترطيب، لازم استخدميه يعني بطريقة نفس ما هو مكتوب عندك، أن تستخدمينه كل يوم. هذا كل يوم تستخدمينه، وتحطين جزء بسيط، يعني شفتوا قد النخية، جي بس هذا المقدار قد النخي، واحدة حبة حبة واحدة، وتحطين ترطيب. الترطيب تحطينه في اليوم أكثر من مرة، جربوا وعطوني النتيجة. فهذا المبيض وهذا كريم الترطيب موجودين اثنينهم في بوتيكي.